السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدورة اللارافيل هتعلم هذا الدرس الكنترولر وشو أهمية الكنترولر وكيف نعمل كنترولر معين. نفتح الكوماند لاين مثل العادة بهي الطريقة بي اتش بي للمسار طبعا المطلوب. نكتب بي اتش بي ارتيزن ميك كنترولر بهي الطريقة. بعدين بنختار اسم الكنترولر اللي احنا بدنا اياه. انا رح اختار مثلا سي بوست، طيب اي اسم ما في مشكلة، اسم اختياري. بنضغط انتر، انشأ لي الكنترولر. بنروح بنشوف خلال السي بوست. طيب بنروح على الويب، شو بنستفيد من الكنترولر؟ شايفين هاي مثلا، ممكن نختصر نكتب هون بكل بساطة اسم الكنترولر اللي انشأناها سي بوست. بعدين بنكتب ات وبنكتب اسم فانكشن معين. نفرض انه شو عرض البوست من الداتابيس لنفرض مثلا. بعدين بنروح على على هون ونعمل فانكشن بسيطة. طبعا الفانكشن بتكون public لانها بتعمل مع object oriented programming. بس قبل بنكتب اسم الفانكشن اللي سميناها show، نفس اللي اخترناها بالراوت show post. اوكي وبنلصق هي اختصارا للوقت. بنعمل compact. قبل ما نعمل compact نشوف انه ما تغير شيء، نتأكد. اسف اوكي، بنلاحظ انه ما تغير معنا شيء، بس الفرق انه جبناها هون. طيب شو اهميه الكنترول؟ ليش عملنا الحركه هي؟ بكل بساطه اذا بدنا نجيب نحن مثلا معلومات من الداتابيس، اول شيء بنروح بنضيف في الداتابيس شويه معلومات. طبعا عندي يوزرز، انا مبدئيا عملت تسجيل دخول او عملت ريجستر لشخص معين بالدروس السابقه. ما بعرفش عم تفتح البطء الكمبيوتر عندي شوي. بروح بعمل كاتيجوريز، بيانات افتراضيه بداتابيس بس لنجرب عليها مبدئيا. نعمل مثلا بروجرامر، نعمل هون بالكات نيم مثلا كمان لابتوب. هي عملنا قسمين، بنروح بنعمل بوست insert لوريم ابسي. نجيب محتوى كلام اي كلام ما في مشكلة، بس انا هدفي انه اختصر وقت طبيعي. هون ليرت مثلا مقال مثلا عن البي اتش بي لنفرض، محتوى هذا الحكي اليوزر اللي كاتبه، قسم بروجرامر. اوكي بعمل مثلا كمان بوست ثاني بسميه لابتوب مثلا اتش بي، او مثلا هاو تو باي لابتوب. ما في مشكله، كلام خطا طبعا باللغه الانجليزيه بس هيك على السريع. اسم وائل، كاتيجوريز لابتوب، قسم اللابتوب لنفرض. هاي عملنا بوستين على السريع. نروح بنشوف البيانات، تمام انشأ لي اياهم بكل بساطة اثنين، ما في اي مشكلة فيها. هلا بنروح على الداتابيس بنعمل تحديث، تمام اسف بروح على الصفحة وبعمل تحديث ما في اي مشكلة، تمام. هلا كيف نحن بنجيب البيانات من الداتابيس اللي انتجناها؟ بكل بساطة انا بس بعمل يوز اوكي بهذا الشكل ما في اي مشكلة. بعمل اب وبختار اسم الموديل. انا شو بدي اجيب؟ بدي اجيب البوست، اذا بختار الموديل بوست. هي رقم واحد بيجي هون، بعمل بوست. الامر كتير بسيط، هلا بنشوف بوست بس تساوي اسم الموديل، تمام. وبنعمل بول، جيب لي كل معلومات البوست من الداتابيس بس بهي السطر. كان بالاول بالبي اتش بي كنا نعمل تعليمة بي دي او، يعني كنا مثلا نحط كون بريبير وهكذا وقصص كثير. هلا لا اختصرناها، تخيل كل هذا الحكي بس بكلمة او بثلاث كلمات بهذا السطر فقط. كيف انا بدي مرق المعلومات للصفحة تبع البوست؟ بس بعمل كومباكت فانكشن بسميه هاي البوست نفسها
يكون اسمه هون بس من دون إشارة الدولار ساين، تمام؟ وبروح بعمل تحديث، أعطاني خطأ، ممتاز. عندي صفحة فيها تكرار، صفحة البوست الموديل. تمام، عامل كاتيجوري كاتيجوري، ما منتبه، غريبة لما انشأنا الموديل. هلا ما في أي مشكلة إن شاء الله. تمام، فتحت الصفحة وما في أي مشكلة. طيب ما جاب لي أي بيانات من الداتابيز، شو استفدنا نحن؟ هلا بنشوف كيف رح نجيب البيانات. بنروح على صفحة البوست، هاي صفحة بسيطة. طبعا هلا في فكرة هون رح ناخذها جديدة كمان بالبي اتش بي، بدنا نعمل نحن حلقة فور ايتش العادة، نستخدم هاي الطريقة، صح ولا لا؟ لا، باللارافيل الموضوع بيختلف تماما، ما في داعي كل هالحكي. اجى الموضوع صار ابسط، بس بحط فور ايتش، اوكي. ومرق بوست طبعا لي نفس الاسم هاد اللي هو نفسه هاد، مرقه هون. بعدين بعمل اس بوست، اوكي. كيف هي؟ طريقة بسيطة جدا. and for each، بعمل HR هيك بس يفصل بين البوست والثاني، اوكي. بعمل تحديث، تمام. جاب لي البوستين. طبعا ليش عطاني بوستين؟ لانه انا عندي بوستين بالداتابيز مثل ما شايفين. طيب ما جاب لي معلومات، كيف نجيب المعلومات؟ حركة بسيطة جدا، بدل التايتل بس بنحط بوست، اوكي، ونحط بي تايتل. رح يجيب لنا هلا التايتل، اوكي. ليرن بي اتش بي هاو تو باي لابتوب، تمام. كيف نجيب المعلومات هون؟ خلال ايضا نفس الموضوع تماما، بوست بي كونتين، اوكي. هاي جاب لي المعلومات. اذا بهالطريقة قدرنا نجيب المعلومات من الداتابيز، وفهمنا فكرة الموديل، وانشأنا كنترولر، وعرفنا كيف نستخدم كنترولر. ما راح اطول بالدرس كثير، انتظرونا بدروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.